إذا اليوم في دوازتي غادي نقترح لكم سيجار بالفواكه الجافة. غادي نحتاجو في المقادير باش نوجدو السيجار غادي نحتاجو زلافة صغيرة ديال بيستاش يكون مطحون، كذلك زلافة صغيرة ديال كاوكاو محمر أو مطحون، تقريبا زلافة تهية متوسطة ولا صغيرة ديال الزنجلان يعني تهو محمر أو مطحون، وغادي نحتاجو زلافة صغيرة كذلك ديال السكر كلاسي، وكيبقى الحلاوة على حسب الذوق. غادي نحتاجو كمية من الزبيب، ممكن 3 حتى 4 المعالق كبار ديال الزبيب حتى هو مقرد رقيق، 2 حتى 3 المعالق كبار ديال الماء زهر، 2 معالق كبار ديال الزبدة رطبة واخد درجة الحرارة ديال المطبخ أولا زبدة مدوبة، معلقة صغيرة ديال القرفة مطحونة، 4 الحبات ديال المسكة حرة حتى هي مدقوقة مزيان، وأكيد غادي نحتاجو زيت للقلي والعسل باش غادي نطفيو هاد السيجار. وغادي نحتاجو يعني أول مكون هو الورقة ديال البسطيلة باش غادي نجمعو في هاد الفواكه الجافة. فهادو هما المقادير قلنا باش نوجدو السيجار بالفواكه الجافة. غادي نحتاجو في المقادير يعني على حسب اللي متوفر عندنا، ممكن نغلبوا زنجلان على هاد الفواكه الجافة أو لا عندنا البيستاش أكثر من الفواكه الجافة الأخرين، غادي ناخدو المهم غادي ناخدو زلافة صغيرة ديال البيستاش مطحون مع الكاوكاو، كذلك زلافة صغيرة منه الكاوكاو نحمره في الفران نحيدو لي القشور ديالو ونطحنوه، الزنجلان حتى هو محمر ومطحون على حسب الكمية، إما زلايف بكميات متساويين إما حاجة غالبة على حاجة على حسب اللي متوفر عندنا. غادي نحتاجو كمية من السكر كلاصي على حسب الذوق، وغادي نحتاجو 1-3 المعالق حتى 4 المعالق كبار ديال الزبيب مقرد رقيق، 2 معالق ديال الماء زهر كبار، 2 معالق ديال الزبدة مدوبة أولا الزبدة رطبة واخد درجة الحرارة ديال المطبخ، غادي نسمو بشوية ديال القرفة مطحونة مع 4 الحبات ديال المسكة حرة مدقوقة، وقلنا غادي نحتاجو العسل باش نطفيو فيه السيجار وزيت باش نقليو فيه والورقة ديال البسطيلة. طريقة سهلة، أول حاجة غادي ناخدو واحد الإناء غارق باش نديرو فيه العقدة ديال هاد الفواكه الجافة، غادي ناخدو واحد الإناء غارق ونديرو فيه داك البيستاش مطحون مع الكاوكاو محمر ومطحون مع الزنجلان محمر ومطحون مع الزبيب مقرد رقيق، غادي نخلطوهم مزيان، غادي نضيفو كمية من السكر كلاصي وحنا كنخلطو دائما، غادي نضيفو 2-3 المعالق كبار ديال الماء زهر مع 2 معالق كبار ديال الزبدة رطبة واخد درجة الحرارة ديال المطبخ، ونصنو بشوية ديال القرفة مدقوقة مع 4 الحبات ديال المسكة حرة حتى هما مدقوقين، وكنخلطو مزيان يعني كنخلطو مزيان هاد الفواكه الجافة مع السكر كلاصي مع الماء زهر مع الزبدة مع المسكة حرة مدقوقة مع القرفة، كنخلطو مزيان حتى كنحصلو على واحد العقدة ديال الفواكه الجافة بحال العقدة ديال اللوز بحال العقدة ديال الفواكه الجافة اللي كنستعملو، غير هي هادي ما مخلطش فيها مكون واحد وإنما مخلطة بالبيستاش والكاوكاو والزنجلان والزبيب، كنخلطو مزيان هاد المكونات كاملة وكنسموها مزيان وكنجمعوها، يعني ديك الزبدة غادي تجمع لينا مع داك الماء زهر وغادي نشكلو منها حريبلات، غادي نديروهم حريبلات طوال على شكل سيجار. من الأفضل هو أنه بالنسبة لهاد السيجار غادي ما غاديش نديروهم يعني السيجار اللي هما عراض بحال كيف كنديروا السيجار بالحشوه اللي هي مالحه، وانما هادو السيجار حلوين فغادي نديروهم رقاق، يعني غادي يجيو تقريبا يعني رقاق، نحاولوا اننا نرقوهم باش كيجيونا طوال هكا على شكل سيجار طوال بحال شكل ديال ستيلو هكا طوال، فغادي قلنا حصلنا على العقده ديال الفواكه الجافه. غادي ناخذوا الورقه ديال البسطيله ندهنوها بشويه ديال الزبده، ولا كانت يعني هادي الا كانت ناشفه، الا ما كانش غادي نكتفيو فقط بداك الليدام اللي كيكون في الورقه ديال البسطيله، ثم كناخذوا هاد السيجار هاد العقده ديال الفواكه الجافه اللي درنا كنديروها يعني بالشكل كيف كنديروا السيجار، ممكن ناخذوا ورقه البسطيله دائريه ونقسموها على النص وكل نص نقسموه كذلك على النص باش كتجينا 4 ديال المربعات اللي غادي نخدمو فيها باش ما كتجيناش الورقه كثيره، وكنتنيو الجانب اليمين شويه والجانب اليسار شويه وكنحطو ديك العقده ديال الفواكه الجافه بعد ما حربناها هكا قد الصبع تكون طويله وكنلفوها كنلفوها حنا كنزيرو كنلفوها حتى كتجينا يعني سيجار اللي هو رقيق ما يكونش غليظ يعني ما يكونش عريض، وانما كيجيونا السيجارات رقاق. من الافضل اننا ندهنوا الطرف الاخير بصفار ديال البيض، يعني ناخذوا واحد صفار بيضه نحطوها قدامنا وناخذوا الشيته اولا بطرف الصبع ديالنا وفوق ما نحربلو هاد السيجار.
سيجار على شكل هكا سيجار طويل، ملي نبغيو نسدو او نقفلو هذيك الورقه ديال البسطيله في الاخير غادي نلصقوها بشويه ديال صفار البيض باش ما يتحلوش لينا، ونبقاو غاديين على هذه الطريقه حتى كنكملو. الا ما عرفناش اننا نديروهم سيجار هكا طوال، ممكن نديروهم بالشكل اللي بغينا او على شكل بريوات، ومن الافضل كيجيو السيجار هكا بهذا الشكل كيكونوا رقاق. كيجيونا بحال هذيك الحلوه اللي كتباع، يعني الحلوه ديال لي صابلي اللي كتكون يعني يعني بالعجينه وكيكون فيه الزنجلان من جهتين، يعني كيجينا نفس الشكل هكا كتكون طويله. مباشره بعد ما قفلناهم صفار ديال البيض باش ما يتحلوش لينا، غادي ناخذوا مقله فيها زيت سخونه وغادي نقليو فيها هاد السيجار بالفواكه الجافه، وكنخليوهم كنقلبوهم حتى كيتحمروا من جهتين. مباشره من الزيت كنهزوهم بالصفايه حتى كيتسقطروا من الزيت، وكنطفيوهم في العسل، كنحطوهم شويه في العسل، غير كيشربوا شويه العسل كنعاودوا نهزوهم. ومباشره في التزيين يبقى عندنا شويه ديال البيستاش، من الافضل ونحاولوا اننا نديروا الجانب اليمين والجانب اليسار كنفندوا شويه في البيستاش كيعطي داك اللون، بما انه هاد السيجار كيتحمر لينا، ديك الورقه ديال البسطيله كتحمر بعد ما كتكون تقلات، وهذوك يعني كتجي محمره، وهذوك الجناب ديالها اليمين واليسار كيجي مزين ب يعني بالبيستاش، غير واحد الكميه صغيره راه كتخرج لينا، ممكن اننا نزينوا بها يعني الكميه كامله ديال هاد السيجار بالفواكه الجافه وتاكلوا بالصحه والراحه. ممكن تقدموا على مائده الفطور كمعسلات، ولا يعني تشربوا مع اتاي من بعد صلاه التراويح، وبصحه والراحه.